مرحبا واهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج هنا من الشارع من ساحة نيفادا بمدينة الدار البيضاء. معنا السيد عبد الرزاق زريدي بن بليوط، مرحبا واهلا وسهلا بك. مرحبا اخي الكريم. جبناك لهنا المركز المادي سونتر فيل، وانت من مواليد المدينة القديمة على بعد كيلومترات قليلة من هنا كنت كتلعب، شنو كيمثل لك هذا الفضاء اولا؟ تماما، هذا الفضاء تيمثل الطفولة ديالنا اللي عشناها في الاواسط ديال الستينات. فصراحه مدينه الدار البيضاء هي واحد المدينه حاضنه الجميع الاطياف في المغرب، ومدينه هي القلب النابض ديال الاقتصاد الوطني، ومدينه معروفه بالديناميه ديالها، مدينه مكافحه، مدينه اللي تيتيرنا في مدينه الدار البيضاء هي روح ديال التسامح ديال الدار البيضاء. فكنا دائما في السبعينات وحنا مازال اطفال كنا تنتعايشوا مع جميع الديانات ومع جميع كانوا المغاربه اليهود. الكنيسه. تماما، كاين الكنيسه وكانوا نفس المحور، كاين مسجد الحسن الثاني. تماما، مسجد الحسن الثاني، وكاين كاين كذلك المعبد ديال الاخوان المغاربه اليهود. فدائما مدينه الدار البيضاء كانت هذيك المدينه المعطاءة، المدينه اللي تتعطي فرص للناس اللي باغيين يكدوا ويجتهدوا. فهي مدينه المغاربه كاملين، لان كل شيء جاء وهاجر للدار البيضاء. جاوا الناس من السوس، وجاوا الناس من الصحراء، وجاوا الناس من الريف، وجاوا الناس كذلك من البوادي، من الشاويه، وكونوا واحد الـ واحد الـ واحد الصبغه ديال الدار البيضاء، الناس ديال البيضاوه. وصراحه هذا افتخار، وخصنا حنا نطعموا هذا الاتجاه ديال الدار البيضاء، لان الدار البيضاء هي مفخره ديال المغرب الحديث، وهي بطبيعه الحال لان هي تقريبا الثلث ديال الاقتصاد الوطني والثلث ديال الناتج الوطني الخام. فالدار البيضاء انا بالنسبه لي هي الامل، وهي بفضل الديناميه ديالها باش نقدروا نحققوا الرفاهيه الاقتصاديه والاجتماعيه لبلادنا. نعم، ارتباطا بمدينه الدار البيضاء وحنا نخلد الذكرى 45 للمسيره الخضراء، شنو كتمثل لك مدينه الدار البيضاء في ارتباطها بهذه الذكرى الغاليه في قلوب المغاربه وقلوب البيضاويين بالاخص؟ تماما، الدار البيضاء انا باقي عقل ديك الساعه كانت عندي 11 عام في المدينه القديمه في زنقه التافيلالت. انطلقوا الناس باش يمشيوا للمسيره الخضراء، الناس المتطوعين. وصراحة هذيك الذكرى ما عمرها ما تحيد لي ما دمت في الحياة، يعني أنه كانت واحد التعبئة وطنية، وكان واحد الحس وطني اللي خلى أن الناس يمشيوا للأقاليم الجنوبية ونسترجعوا الأقاليم الجنوبية بفضل الفكرة العبقرية ديال جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني الله يرحمه. فصراحة كان واحد دفعة كبيرة، واحد تضامن، واحد تكافل من أجل استكمال الوحدة الترابية والوحدة ديال الأقاليم ديالنا الجنوبية، أنها ولات تتشكل واحد الرافد مهم من المغرب، وكذلك فهو عمق استراتيجي بالنسبة لنا. وصراحة المسيرة الخضراء كانت واحد الحدث تاريخي في القرن الماضي، وهي بسبب المسيرة الخضراء المغرب الحمد لله استرجع الصحراء ديالو، وأصبح قوة إقليمية فاعلة في إفريقيا وفي البحر الابيض المتوسط وعلى الصعيد العالمي كذلك. نعم، يعني من بعد 45 سنه ديال استرجاع الاقاليم الصحراويه، الان كاين مستجدات على الساحه، مازال استفزاز، مازال التكالب ديال الخصوم من الوحده الترابيه، وخصوصا انه مرتبط هذا التكالب هذا مع صدور التقرير الاخير ديال مجلس الامن. كيف ممكن تعطينا قراءتك سي زريدي وانت رئيس ديال رؤى فيزيون استراتيجيه، شنو هي نظرتك لهذا الواقع الان على ضوء المسيره الخضراء؟ المغرب والمغاربة قاموا بتضحيات جسيمة من أجل استكمال الوحدة الترابية ديال بلادنا. وصراحة المغرب كان قوي، لأنه حاول أن المغرب بفضل الصبر ديالو وفضل الاقتناع ديالو وفضل الثقة ديالو في الإمكانيات ديالو، فهو فرض الحل ديالو اللي هو الحل السياسي. فالمغرب قدم تضحيات كبيرة كما قلنا، كل المغاربة قدموا تضحيات وحاولوا نفشلوا المخططات ديال الأعداء ديال الوحدة الترابية ديالنا، وعلى رأسهم الجزائر اللي كانت دائما هي حجر عطرة
في سبيل باش نلقى واحد الحل سلمي وسياسي واقعي للقضيه ديال الصحراء. دابا صراحه القرار ديال مجلس الامن قرار 25/48 هو قرار مهم واستراتيجي وتيكرس وتيثبت الحق ديال المغرب وتيثبت كذلك ان الحل السياسي اللي تيتجلى في الحكم الذاتي تحت السياده ديال المغرب هو الحل الواقعي، وهذا ثبتوا مجلس الامن وصراحه وثبت كذلك ان الجزائر هي طرف رئيسي، وان صراحه هي مساله وقت، ولكن المجتمع الدولي بكل القوى ديالو ومجلس الامن والقوى العظمى في العالم اعترفت بانه المبادرة المغربية ديال الحكم الذاتي هي المبادرة الأمثل، خصوصا في الظروف الحالية التي يعيشها العالم، لأنه دابا العالم ما بعد كورونا التركيز أصبح على التنمية، التركيز أصبح على الاقتصاد، التركيز أصبح على الحلول الاستشرافية كذلك من أجل مواجهة الإرهاب ومواجهة الجوع ومواجهة المشاكل والقلاقل الاجتماعية. إذن هادشي كامل، هاد الظروف كاملة والدعم ديال المجتمع الدولي للقضية الوطنية هو تكريس للرؤية المغربية وكذلك للحل ديال المغرب، وإن شاء الله احنا متفائلين بزاف، وهي مسألة وقت باش إن شاء الله ناخذوا الاعتراف الكامل بالسيادة ديالنا على الأقاليم الجنوبية. نعم، دائما في إطار هذا الاعتراف ديال الدول على السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية، فاليوم يعني اليوم الاربعاء عشيه ذكرى المسيره الخضراء كاين فتح ديال قنصليه الامارات، في نظرك شنو هي دلاله فتح القنصليه الاماراتيه في العيون عشيه ذكرى المسيره الخضراء؟ تماما، الحمد لله هو تحصيل حاصل، فالقنصليات اللي تفتحوا في الاقاليم الجنوبيه هو تحصيل حاصل ديال الاعتراف الدولي بالصحراء المغربيه والاعتراف ديال السياده ديال المغرب على جميع الاراضي ديالو الجنوبيه. فصراحه هو واحد الحدث مهم وحدث تاريخي، وكذلك تنضاف الحدث ديال ان القنصليات تقريبا من جميع مناطق افريقيا، من الجهات ديال افريقيا، من الجنوب من الجنوب ديال افريقيا، ومن الشرق ديال افريقيا، ومن الغرب ديال افريقيا، ومن الشمال ديال افريقيا كلهم، ومن الخليج، فهاد الدول كلها فتحت القنصلية ديالها في الاقاليم الجنوبيه، وهذا اعتراف الحمد لله. فالمغرب قوي بالمؤسسات ديالو، قوي بالحق ديالو، قوي بالمقاربه السياسيه، وقوي كذلك بالاشعاع الدبلوماسي بقياده جلاله الملك محمد السادس. نعم السي عبد الرزاق زريدي، على هذا التقييم الموضوعي والحس النقدي كنكونوا قد انهينا هذه الحلقه هذه اللي ناقشنا فيها عدد من الامور، من المسيره الخضراء وقبل ذلك مدينه الدار البيضاء وصولا الى الوضعيه ديال الحزب التجمع الوطني للاحرار. نكون قد انهينا مشاهدينا الكرام هذا الحلقه من برنامجنا ضيف انفاس بريس. الى اللقاء وشكرا جزيلا لكم.